كرة السلة وكابتن فريق كرة السلة كابتن دينا عمرو. يمكن النهارده بقول لك النهارده يمكن يوم مميز، يوم رائع بالنسبة لكم. بتشوفي النهارده اليوم ازاي؟ بتشوفي التكريم بشكل عام النهارده ازاي مع الألعاب الفردية والألعاب الجماعية وكمان كرة القدم النهارده والنجوم كرة القدم كانوا متواجدين النهارده؟ لا هو الصراحة طبعا وجود كرة القدم دي حاجة ملحوظة جدا، فكان لازم ان انا اتكلم يعني عليها. أول حاجة اتبسطنا أكيد ان هم كانوا موجودين، مش بنشوفهم كتير طبعا. تاني حاجة التنظيم كان كويس قوي، وحاجة تالت حاجة طبعا هي حاجة فرحتنا جدا انه احنا حد بيهتم بينا، فدي بالنسبه لنا حاجه مش بتحصل فعلا من كتير، يمكن بتحصل في الفتره الاخيره بس. فالحمد لله احنا مبسوطين، وان شاء الله ان شاء الله نحافظ على الالقاب السنه دي كمان، بحيث ان شاء الله لما يبقى في حفله السنه الجايه نحتفل بيها تاني. انتوا كان ليكم انجاز رائع الموسم ده بالنسبه لكم، حققتوا كل البطولات على ما اعتقد انتوا شاركتوا فيها. اللي جاي بالنسبه لكم هو الاصعب، شايفه اللي جاي ازاي بالنسبه لكم؟ ازاي تقدروا تحافظوا على المستوى المميز ده وترجعوا البطولات من جديد يا كابتن دين؟ طبعا هو كل اللي فات كومبا واللي جاي جوم تاني خالص للاسف، احنا لازم طبعا نضاعف مجهودنا. يعني كنا بنشتغل حبه قليلين، لازم نشتغل اكتر كتير. وصلنا ان شاء الله في بطوله عربيه في شهر 10، وباذن الله باذن الله هنبذل كل جهدنا ان احنا ان شاء الله يعني نحققها ونعمل فيها كمان شغل كويس ان شاء الله. قولي ايه المجلس الاداره النهارده على الاهتمام وعلى اليوم والحفل المميز ده بالنسبه لكم؟ لان على ما اعتقد النهارده بيبقى ليه دافع كبير جدا بالنسبه لكم. هو طبعا دي حقيقه ومسؤوليه كبيره جدا، لان هم طبعا واثقين فينا قوي، فان شاء الله احنا مش هنغزلهم يعني، وباذن الله نعمل اللي علينا السيزون الجديد، وربنا يوفقنا كلنا باذن الله. ميرسي جدا، شكرا كريم، باي باي.